السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are the English fishers؟ الحمد لله. We have finished the O. خلصنا حرف ال O بكل الحروف ال vowels وال consonants اللي بتبقى جنبه، السواكن والمتحركيات اللي جنبه. دلوقتي هنبدأ حرف، لأ هناخد sound. والساوند ده صوت معين، لو لقيت الحروف دي اللي أنا هقولها دلوقتي يبقى تجيب الصوت ده في النطق بتاعك. Let's see. هو ده الرمز بتاعه. E long E. تمام. لو انت بتذاكر لاولادك او لو انت عموما عايز تعرف تقرا انجلش اكسلنت، خليك معانا في الكورس ده. زي ما انت شايف في الشارت قدامك بيبقى اي كده، ساعات بيبقى قدامها اتنين نقطتين تو دوتس وساعات لا. طب بقى هي الحروف اللي لو لقيتها اقول E. let's see. انتوا هتخمروا بنفسكم. meet feel see free. يبقى ايه؟ excellent great job perfect برافو عليك. بس كده لا، في pattern تاني. team reach mean see the word long e. تمام. بس عندي تعليق لسه، استنى شوية خلي تعليقك دلوقتي، هقوله لك في اخر الفيديو. believe peace neither receive. في ناس بيقولوا neither. اوكي okay, عادي. believe peace neither receive كده يبقى اي اي او اي اي. برضه دي في عندي تعليق ليها، استنى شويه. wait these peter chinese. يبقى اي اس اي. طب التي التي دي ايه؟ بيتر. دي بيتر قلتي طولتي في الاي اللي قبل بيتر. اكسلنت. يبقى طولنا في الاي هنا ليه؟ ايه السبب؟ يبقى مش اي اس اي، يبقى اي كونسونت اي. اي حرف ساكن في النص ما بين الاي والاي، يبقى هقول في الاي الاولانيه هطولها هقول اي. اكسلنت. ليتس جو نيكست اكزامبل. ديوتي كونتري ابيلتي سيتي. يبقى هنا ايه بقى؟ الواي في الاخر. بيرفكت. اسمها final why. great job you are super. he she we. دول عارفينهم دول. طب ايه القاعدة اللي فيهم؟ الاي في اخر الكلمة الصغيرة اللي هي من one syllable، مقطع واحد. he she we. موضوع بقى ان انت تعرفي ازاي تقطعي الكلمة سهلة جدا بالتسقيفة. he she. انها مثلا لو كلمة زي كلمة difficult difficult، فبتسقفوا وتعرفوا عدد مقاطع او syllables اللي في الكلمة عن طريق التسقيف دي على ماشي كده يعني، لكن مش موضوعنا النهاردة في الفيديو. تعالوا نروح examples تانية. unique. طولت في الاي هنا. طب ايه السبب؟ boutique critique. يبقى علشان excellent eek، عشان عندنا اي كيو يو اي. perfect job perfect في اخر الكلمة. برافو عليك، عرفتوها لوحدكم. طيب في كلام هيزعلكم دلوقتي، ان في exceptions في الموضوع، في حالات شاذة او حالات لازم نكون حافظينها. زي ايه؟ زي دي اسمها بين ولا بن؟ في البريتش اكسنت اسمها بين، لكن الامريكان اكسنت بيقولوا بن. perfect. الامريكان اكس بيقولوا ايه؟ I have been to. ما يقولوش have been to، لكن البريتش عادي بيقولوا بي. يقعد ايه؟ يبقى دي حالة شاذة بس في الامريكان اكسنت. تمام. في حاجة كمان، ال اي اي كنا جايبينها من ضمن القاعد، لكن في حالة ليها تانية. it has two cases، عندها ليها حالتين اصلا. ساعات بتبقى ليها نطق تاني اللي هو اي بميلة كده، او حرف ال A اصلا. eight way neighbor neighbor. ما تقوليش القاعدة ايه؟ القاعدة ان انت تروحوا القاموس وتتأكدوا وتنطقوا الكلمة صح. تعالوا نشوف الامثلة التانية اقراها كده. heavy. ايه ده؟ غلط. اسمها heavy مش heavy بميلة او كده. no the right pronunciation is heavy. ايه ده؟ طب انا الاي هنا المفروض امد فيها؟ لا، دي برضو الاي اي ليها two cases. ساعات بطول في الاي او الاي، ساعات heavy heavy
had read. read هنا التصريف التاني بتاعها. major great job. تعالوا نروح للحاجة كمان. في عندنا حاجة كمان ليها حالتين two cases. ايه هي؟ ال I E excellent. ال I E why نطقها I. ساعات بيقول E وساعات بيقول I. lie try tried great job perfect. دلوقتي بقى الدور عليكم تقرأوا الكلام ده. deep sea perfect. beans and cheese awesome. green leaves perfect. speak Chinese great job. تعالوا بقى اللي جاية. heavy head heavy excellent مش heavy no perfect job. let's go to next one. tie هنا اسمها tie مش تي اكيد يعني. I read two books yesterday. I read two books yesterday. ليه ما قلتش read؟ يعني ممكن تبقى read. لا هنا past simple perfect. I read two books yesterday. I read two books yesterday. هنا ما قلتش read ليه؟ I read قلت read ليه؟ لان هنا past simple tense. في هنا yesterday excellent perfect job. never lie 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 مش lie lie. and that's it for today. I hope it's easy and you got it. منتظر الكومنت بتاعكم على الفيديو. قولوا ايه رايكم؟ هل الدرس واضح وبان لكم بالظبط ازاي تنطقوا الاي ساوند والحالات الشاذه او الحروف اللي ليها two cases؟ على طول we need out check it out. يعني روحوا للقاموس على طول. ولو عايزين قاموس انا احطه في الديسكريبشن ده ممكن تشوفوه. اسمه Cambridge Dictionary. ادخلوا وتشوفوا النطق يا دوبك تضغطوا وتسمعوا.